طب خلينا بس نرجع لحته. اتفضلي. انت النهارده عشان تلعب بالحاجات دي وتعمل الشو بتاعك ده اكيد انت عندك قوه معينه بتخليك تسيطر على التعبين. التعبين ايه هي بقى؟ معلومه كويسه. ايه انت دلوقتي شفتني نعمتها وصحتها وكلام من دوت. في ناس تقول لك ده انت رفاعي. لا، مفيش حاجه اسمها رفاعي اصلا في العالم كله. التعبان ما بيسمعش. التعبان ما بيسمعش. الرفاعي ده اللي هو بيقرا، قالوا لك هصفله هقرا عليه يقرا قسم عليه ايه بقى، تعويذ ولا بيقرا عليه ايه؟ هو هم في اعتقاداتهم او في اعتقادات الشعب عندنا او بره، ده هو بيقرا قران عشان كده بيطلع. احنا كنا بنؤمن بربنا، بس مفيش الكلام ده خالص. لو طلعت يعني انت ما بتقراش حاجه؟ انا ممكن اطلعك واحد نشرح عليه عشان يبقى الكلام واقعي. طب ماشي، طلع لي يعني. بس هيجي ناحيتي؟ لا ماشي، امسك. انا عايز اجيب لك واحد بس يكون واضح قوي، تفاصيله تكون واضحه. تاجكس. ممكن الكادر يقرب معانا شويه، ممكن نقرب مع بعض. لو جينا نبص هنا كده في تفاصيل الجمجمة بتاعت التعبان، يعني اي حيوان ليه جمجمة، والجمجمة بتعبر بكل شيء. لو جينا نبص هنا كده، هنا في غدة اهي طرية، الناحية التانية في غدة، هنا عينه، هنا عينه، هنا مراخير اهيت صغيرة اهيت اهي، وهنا في واحدة الناحية التانية كمان اهيت، هنا بيطلع لسانه. التعامل مع التعبين غير ايه في شخصيتك يا ابراهيم؟ خلي شخصيتك قوية جدا. قوية؟ قوية جدا وعنيدة قوي. انت بتشوف ان في يعني تشابه ما بين البني ادمين والتعبين؟ يقول لك مثلا فلان ده تعبان. هو لو جينا نتكلم على الحقيقه، التعبين هي البشر. لما هو التعبان، هو التعبان مفيش اجبن منه. يعني انت قصدك تقول ان التعبين بتاذي اكتر، يعني البني ادمين بتاذي اكتر من التعبين؟ اولا ده معروف. ازاي يعني؟ هقول لك هشرح. يعني ده لو عضك انت سائل بعد نص ساعه بقى. ده دلوقتي معروف اوله ايه واخره ايه. اخره اوله معروف، لو انت غلطت عضك هتموت. البني ادم ممكن يكون قاعد معاه بتاكل عيش وملح، وفي ثانيه لثانيه تلاقيه ما تعرفش هو بيفكر في ايه. لما ده تفكيره معروف اوله ومعروف اخره. طب هو ممكن يعضك ليه؟ بيبقى خطا مني. ايه الخطا يعني؟ ايه اللي انت ممكن تعمله فيعضك؟ ايه خطا مني؟ لا، ان انا ما قدرتش مثلا ان انا قربت منه بطريقه عاليه، او انا عملت حاجه المهم خليته استفزيته مثلا. بس طب بس طيب طيب انا شفتك وانا داخله الاستوديو كده بنركب مايكات، شفتك بتكلمه لغه. لا مش لغه، لا بقرا قران بس لنفسي. بس لكن ما فيش لغه ما بينك وما بينك. لازم اتشاهد، لازم اتشاهد قبل ما اعمل اي عرض. طب ايه يعني ايه المتعه يا ابراهيم في ان انت تبقى عايش مهدد؟ معلش معلش يعني انا عايز افهم بجد. ماشي. انت النهارده عندك 25 سنه. ماشي. يعني انت لسه في بدايه حياتك. بالفعل. ليه اشتغل شغلانه ابقى مهدد فيها طول الوقت؟ هي خلاص بقت، هي اجيال بقول زي ما قلت لك، احنا خلاص مفيش الا هي. يعني انت بتعتبر ان ده قدرك؟ هو ده قدري انا، ربنا خلقني معاها زي ما ربنا خلقها. ما ينفعش اشتغل حاجه غيرها. ليه؟ اهو ما اعرفش اشتغل حاجه غيرها. طب ايه يعني عايزين نشرح للناس بس. اكيد انت بتعاني. ما تقنعنيش ان انت عايش بتلعب مع التعابين كل يوم وبتخاف وشويه مبسوط وشويه قلقان. انبساطه حاجه واحده، عشان اكون مبسوط يكون الحيوان اللي قدامي او التعبان او الزاحف يكون سليم 100%، بياكل عايش حياته الطبيعيه جميله، انا كده اكون مبسوط من جوايا. عايزه بس اقول لك حاجه. اتفضلي. انت شاب في بدايه حياتك بتشتغل شغلانه صعبه جدا. اكيد طبعا. هل ده مأثر عليك؟ ما هو ما تقوليش لا. لا طبعا. ازاي؟ لا طبعا والله العظيم. ما انت كل يوم مهدد. لا عادي. عادي؟ انا ما بقعد من مثلا من غير شغل ان انا اعرض حفلات او في السيرك او في الفنادق، بكون زعلان. مش زعلان ان انا قاعد، لا زعلان ان انا عاوز اشوف الجمهور وعاوز اشتغل وعاوز الحنات تبقى فرحانه وهي شغاله وادي حياتي الطبيعيه. يعني ده حياتي الطبيعيه. يعني انت بقيت مرتبط نفسيا بيهم؟ لو انا ما اشتغلتش يبقى حياتي مش كويسه في الشغل، ابقى مش مبسوط. طب انت عندك صحاب؟ اكيد طبعا. بني ادمين بقى؟ لا صحابي دول. ما عندكش صحاب بني ادمين؟ وبعد دول كيمو. بس كيمو. كيمو ده مدير اعمالك؟
بس احنا كده شايفين ان في حاجه اوفر يعني. هل معقول انت بني ادم عندك 25 سنه ما عندكش صحاب غير التعبين؟ انا قلت لك لسه بقول لك ايه، انا اصاحب تعبان واصاحبش بني ادم بالنسبه ليا. يعني انت عايز تقنعني انت بتحس بالامان معاهم؟ ايه الغريب في كده؟ حتى بعد ما قرصتك في بقى؟ عادي، انا اللي غلطان مش هي. طب هل البني ادم يقدر يستغنى عن 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 البني ادم اللي زيه ويفضل عايش مع حيوانات مفترسه؟ احنا لو جينا نتكلم في كلام علمي، لو في اطفال عندها توحد بياخدوهم يودوهم جنينه حيوانات، يجيبوا لهم حيوانات بتشيل منهم الطاقه ديت. انا اللي بشيل مني الطاقه السلبيه ويديني طاقه ايجابيه هي التعبين والحيوانات. طب انا عايز اسالك سؤال. النهارده في ضب مفتاح احنا بنتكلم دايما عن الحته اللي مقفلين احنا عليها كده جوانا وما بنحبش نفتحها لحد. اتفضلي. لو انت النهارده زي اي شاب مقبل على الحياه، حب ست عادي وعايز يجمل حياته معاها او عنده اولاد، انت متجوز؟ ايه، خاطب حاليا. طيب انت النهارده ربنا خلاك خطيبتك عملته فرح واتجوزته وانت شغال وهي عايشه معاك بقى والتعابين، ويعني ربنا يكون في عونها. بص، احنا عندنا قصه الحريم اللي بنتجوزها او تبقى عندنا. إيه، لو هي مش هتخاف على الحيوان اللي عندي او تراعيه وانا مش موجود ما اتجوزهاش. لا، انا مش بقول لك ما تتجوزهاش، انت اتجوزتها خلاص تمام، وانت دلوقتي هي عايشه معاك ومتاقلمه على الوضع اللي هو صعب اي حد يتاقلم عليه. تمام. لو في يوم من الايام رجعت لقيت حد من دول صحابك بقى، انت بتقول عليهم صحابك دول عضوها، ما هو مش كل التعبين سامها يا فندم. انا بقول لك نفترض. تمام. انا انت قلت مفيش امان 100%. ما هو انا مش هفرط في مراتي او في ابني في الحاجات السامه. والله خشي اكلي ديت. انا بقول لك اهو في يوم من الايام، ما هو دي لها مكان تاني. ماشي. انا بقول لك نفترض ان انت رجعت في يوم من الشغل او من بره لقيت حد من دول عض مراتك. والله ده قدر من عند ربنا. عادي؟ عادي. هتضحي بيها؟ عادي. ربنا هو اللي رايد كده، في حد يقدر يمنع حاجه ربنا رايدها؟